من أحب وأصعب المواضيع إلى قلبي الصوفية، لهالسبب بقلكم، وخاصة كل رجال الدين ومن كل الديانات، سامحوني على التقصير، لأن الصوفية لغة القلب، عشق الله، معبود الله. الصوفية من لبس الصفاء وتبع طريق المصطفى. الصوفي من جاهد الجهاد الأكبر، وأكبر الجهاد الجهاد الداخلي، الجهاد النفسي. إذا انتصرنا على أنفسنا كنا على غيرها أقدر، إذا فشلنا كنا عمن سواها أعجز. الصوفية منا بدع وخوارق. الصوفية اليوم تنتشر في قلوب الناس وعقول العلماء، ولكن منا طريق سهل. كانت من بداية الإنسان رفضوهم معظم الديانات ما قبل الإسلام، ولما قالوا له لسيدنا محمد وماذا عن الصوفية يا رسول الله، قال قولوا لي شو عم بيقولوا، قالوا له بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لهم من أهل البيت على منابر من لؤلؤ في يوم القيامة، هودي أهل الذكر، وإذا بدكم تسألوا اسألوا أهل الذكر. ولما كنت بالغرب وقالوا لي ما تحكي عن التأمل، الإسلام يرفض التأمل، ولما رجعت وجيت لعند المسلمين قالوا لي التأمل والتفكر والتدبر والتذكر من صلب الإسلام. لهالسبب كلنا لازم نرجع نتذكر بأن الصوفية منا بدع ولا تقاليد ولا هي خوارق، ولكن صمت العاشق مع الله، المرء مع من يحب. الصوفية اليوم من حوالي كم أسبوع التقى 25,000 مرشد في سان دييغو بدون المريدين. أنا مريدة بقعد على إجرين المعلم وبسمع له، إن كان حي بالجسد أو لا. وبكل بلد بالعالم في أكثر من مرشد، ولكن على المريد أن يريد، وبدون مريد ودليل ما في صوفية وما في صفاء. ولما سألوا رابعة أين أصلي يا رابعة، قالت له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. تقام الصلاة من خلال تأدية 8 أركان للجسم مع تلاوة آيات قرآنية مختلفة مع كل ركن أو وضع، ولكل وضع فائدة. الوضع الأول النيات، يشعر الإنسان براحة من الضغط على الرجلين بفعل وزن جسمه، يسيطر الإنسان على عقله وفكره، تكون الرؤية حادة من خلال التركيز على الأرض، وتكون عضلات الظهر العليا والدنيا مسترخية، وتكون مراكز الدماغ العليا والسفلى متحدة لتشكل هدفاً موحد. الوضع الثاني القيام، تشكل كثافة التركيز تعزيزاً في استرخاء الرجلين والظهر، وتحدث شعوراً بالتقوى والتواضع. عند تلاوة الفاتحة تحث ذبذبات صوت الأحرف آ، إي وأو على إيقاع دقات القلب، الغدة النخامية، الغدة الدرقية، الغدة الكظرية، والغدة الصنوبرية والرئة. الوضع الثالث الركوع، يقوم هذا الوضع بشد عضلات السفلى للظهر والفخذ. يضخ القلب الدم إلى المنطقة العليا من الصدر، تتناغم عضلات المعدة والكلية والبطن. الوضع الرابع القومة، يعود الدم النظيف الذي تحرك نحو منطقة الصدر العليا في الوضعية الثالثة إلى مكانه الأصلي، مبعداً كل أنواع السموم. يسترد الجسم حالة الاسترخاء ويتخلص من التوتر. الوضع الخامس السجدة، مع وضع الركبتين في السجود تتكون عضلات المعدة وتمنع الترهل في القسم الأوسط. يزداد تدفق الدم إلى المنطقة العليا من الجسم وخاصة الرئة والرأس، يخفف ذلك من الإصابة بضغط الدم العالي وينظف كل سموم العقل. الوضع السادس القعود، الرجل يكون كعب الرجل اليمنى ملتويا إلى الأعلى، ويستريح عليه وزن هذه الرجل وقسم من الجسم. يساعد هذا الوضع على إزالة السموم من الكبد ويحث على عمل الأمعاء الغليظ. أما المرأة تكون ركبتان تحت الجسم كليا، يتمتع الجسم باسترخاء كبير. والوضع السابع السجدة، في هذا الوضع إعادة للوضع الخامس
مع تلاوة كلمات الوضع السادس الله أكبر. تساعد إعادة السجود على تنظيف الجسم التنفسي والدورة الدموية والجهاز العصبي، وتكتمل عملية المزج بالأكسجين في الجسم ككل. أما الوضع الثامن، نرفع الرأس والصدر من الأرض إلى وضع مستقيم تماماً كالوضع السادس. بهذا الوضع ننهي ركعة واحدة من الصلاة. الصوفية اليوم بعالم العلم هي صحة وصحو. مستشفيات أمريكا خاصة اللي عم بتعالج بالطب الطبيعي، وأكثر الجامعات والمدارس وحتى حضانات الأطفال عم بيعودون على الذكر. والسبب بصير في راحة فكرية، ومن راحة الفكر راحة الجسد، ومن راحة الفكر والجسد بيعرف الإنسان وبيختبر إنه في روح. مثلاً في مستشفى لأندرو ويل يلي عنده سرطان في الضلعين هون على الجويتر، بيعطيه كلمة، بيقول له رد الكلمة اللي بتحبها. المسلم بيقول يا شافي. هالذكر يا شافي يا شافي يا شافي بتبعده عن أفكار عندي سرطان وبدي موت وأنت بدي صح. ولكن هالذكر وحدة ما بتكفي، بدها تكون ذكر وفيها يقين إنه هالنور رح يجي على مقام الصوت، وبهالنور بدي يصير في شفاء. لهالسبب الصوفية منا شريعة، شريعة وطريقة. أي كلام وأي لغة، بلغة الصمت الله بيفهم كل اللغات، رب قلوب. أي مرض بجسدنا، بأفكارنا، بأموالنا، بأولادنا، بعيالنا، بالطبيعة، بحوالينا، بأملاكنا، إلى ذكر. من هون التأمل هو المشاهدة، والصوفية جمعت التأمل وجمعت السكر والخلوة والجنة، إنك تختلي بذاتك وتتوحد بهالفكرة مع الله. ولكن التأمل المديتيشن مش لكل الناس، الذكر مش لكل الناس، في طبقات من الأفكار والعقول. أصحاب العلم اليوم الأمريكان واليابان بيعطوهم ذكر تيرددوا الكلمة حتى يبعدوا عن الحال اللي هم فيه. إنما أمة الوسط الإسلام أينما كان عنده ذكر وعنده تأمل ومشاهدة، بيقدر يجمع بين الاثنين، كأنه هالجسد الوسط بيقدر يجمع من الإيدتين إلى الجسد ويعيش المقامات الروحية. دين الأرض، الأرض دين ودنيا. أمة الوسط تميزت إنها تقدر تكون في علم الذكر وعلم التوحيد وعلم التصوف. وحده ما بكفين ردد كلمات، لازم يكون عندنا يقين الكلمة اللي عم نقولها، يا شافي، يا معين، يا رحمن، يا الله، يا هو. هاللفظة يلي ما إلى معنى وأبعد من أي بعد وأقرب من أي قرب، يهو كلمة فينا. وقال المرء مع من يحب. الصوفية بالنسبة للعالم أو الصوفي بشكل عام هي التحليل الروحي أو الباطني أو الغامض لأبعاد الديانة الإسلامية. ولكن اليوم يعتقد عدد كبير من المسلمين وغير المسلمين أن الصوفية تقع خارج دائرة الإسلام. تتكون الصوفية من طرق باطنية عدة يسعى المتصوف من خلالها إلى اكتشاف طبيعة الإنسان والله. إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لازم الإنسان هو يكون عطشان، المحيط بياخد النقطة، النقطة ما بتعرف المحيط. ومن هون الكتب بتساعدنا والأصحاب اللي عم بفتشوا، ولكن أهم شيء يكون عنا عطش ونعرف إنه الرحلة بكل خطوة ونياله يلي بيكون عنده
هالعطش إلى الجلوة، هالعطش إلى توحيد الفكرة. الصوفية بدها مرشد. الإنسان وحده ما بيقدر يلتقى، بيلاقي خطوة اثنين بصير يعمر حيط هون وحيط هون وبيبقى بلا بيت. ولكن المرشد بيعلمنا كيف نحفر مطرح ما واقفين ومنلاقي مي، ما نغير الطرق. لما سألوا سيدنا الإمام علي وقالوا له كم طرق خلق الخالق؟ قال خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. واليوم بكل العالم شرق وغرب وأمة الوسط منعرف بكل نفس في حياة وموت. نيالهم اللي بيعرفوا إنه العطش بياخدنا لعند مرشد. الشجرة إذا بتفتح وشلوشة بيعرفوا يروحوا وحدهم على النهر، ومرة غيروا مجرى النهر وبعد مدة حفروا تحت الشجر وشافوا الشجر كلها غيرت شلوشة إلى النهر. ونحن هالنهر فينا، ما في لزوم نروح لمطرح، سكن فينا هالسر الأكبر والأعظم. ولكن الرحلة منا خارجية، الرحلة داخلية، والرحلة وحدنا alone-ness، مش مع البشر. فينا نكون مع البشر ولكن مع الذات بنفس الوقت. أوقات كتير العاشق بده بس الناس تفل من حوله حتى يختلي هو بنفسه وبهالعشق. الصوفية اليوم حول العالم، حول الكرة الأرضية، في دعاء وفي صفاء. وقت اللي قالوا له للحلاج شو رح تقول بكرة؟ قال له رح شوف الحقيقة واتركها للأجيال وللأبطال. الحلاج قتل بالجسد، إنما الحقيقة لا تسلم ولا تقتل. الحقيقة فيكن وفي حي إلى الأبد.